مشاهدينا الكرام من مجمع كراون بلازا التجاري في موسكو، أحييكم ورحب بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة. ويسرني أن أستضيف في هذه الحلقة الدكتور خوشافي إبراهيم بابكر. دكتور بابكر طاب أوقاتك. مرحبا، يسعدني أن تكون معنا في هذه الحلقة من برنامج. شكرا جزيلا. طبعا لدينا اليوم موضوع كبير وعميق ما فيه الكفاية، وسنحاول وإياك التعرض لجوانبه الأكثر دلالة وأهمية. سنتناول الأحداث من وجهة نظر التطور التاريخي لحركة التحرر الوطني الكردي في القرن العشرين. من خلال دراستي لبعض المراجع توصلت إلى استنتاج مفاده أن العلاقة بين الأكراد وروسيا كانت قائمة منذ العهد القيصري، أي قبل ثورة عام 17، أليس كذلك؟ نعم بالطبع، علاقاتنا مع الروس قديمة، فروسيا حاربت مرات عديدة ضد الإمبراطورية العثمانية. في تلك الحروب كان الأكراد دائما إلى جانب روسيا، ونشأ مثل هذا الوضع أيضا في أثناء الحروب الروسية الفارسية، فأكراد أذربيجان الإيرانية مثلا ساعدوا روسيا قدر استطاعتهم في تلك النزاعات، واتخذوا تجاه الروس موقفا اتسم بقدر كبير من التعاطف. ولكن لماذا؟ كيف تفسر ذلك؟ هذا أمر منطقي، فالأكراد كانوا دوما يطمحون إلى الحرية والانفصال عن إمبراطوريتين كانت روسيا في حرب ضدهما، الفارسية والعثمانية، لذلك كانت للأكراد مصالح مشتركة مع روسيا. نعم، ولكن لو افترضنا أن كردستان تحررت من الإمبراطورية العثمانية ومن الفرس، فكانت ستقع تحت سلطة الإمبراطورية الروسية، ولعل ذلك ليس استقلالا أبدا، بل الخضوع لنفوذ دولة جديدة، صحيح؟ طبعا لم يكن بوسعهم أن يتنبؤوا بما ستكون عليه حياتهم ضمن كيان الإمبراطورية الروسية، لكنهم كانوا يأملون بأنهم سيتمتعون بقدر أكبر من الحرية في روسيا. فضلا عن ذلك، كان لروسيا دائما موقفا إيجابي من ميول الكرد التحررية، والقادة الأكراد كانوا يعرفون وجهة نظر الإمبراطورية الروسية عبر القنصل الروسي. نعم، تقصد القنصل الروسي في موسكو. كانت لروسيا القيصرية مصلحة في وجود معارضة قوية ضد الفرس والعثمانيين. طبعا، فالإمبراطورية الروسية كانت تريد الاستفادة من المطامح الكردية لزعزعة كيان أعدائها وإحداث فوضى في عقر دارهم، سواء في الإمبراطورية العثمانية أم الفارسية. يضعفوهما من الداخل. نعم نعم. على أي حال، في الاتصالات الموثقة الأولى بين ممثلي الكرد والإمبراطورية الروسية ثمة اتصال واحد على الأقل يعود إلى زمن الشيخ عبد السلام الذي كان الأخ الأكبر للملا مصطفى البرزاني. فأوائل عام 14 كتب إلى الشخصية المعروفة في الحركة الكردية الشيخ سعيد ما يلي: الأتراك لا يعرفون أنه قد يأتي عما قريب يوم يكون فيه الأكراد بحاجة إلى دعم قوي جدا، ولذا يتعين عليهم التفاهم مع الروس. نهاية الاقتباس. وفي مارس من العام نفسه قام الشيخ عبد السلام بانتفاضة أخرى ضد الأتراك، وأرسل في الوقت نفسه برقية إلى وزير الداخلية للإمبراطورية العثمانية محمد طلعت باشا. قال الشيخ في برقيته إنه انتفض بناء على مشورة من القنصل الروسي في الموصل الذي وعده بالمساعدة والمكافأة مقابل جهوده. نهاية الاقتباس. أي أن الشيخ عبد السلام كان يريد إخافة الأتراك وجعلهم في الوقت نفسه يتصادمون مع الروس كي يتلقى من روسيا مساعدة حقيقية. يبدو لي أن التاريخ علم الأكراد اللعب على التناقضات بين تلك الدول التي كانت تسيطر بهذا الشكل أو ذاك على أراضي كردستان التاريخية، وذلك بغية المساومة والحصول منها على أقصى ما يمكن من التسهيلات والتنازلات للشعب الكردي. هل فهم الأمر على هذا النحو صحيح برأيك؟ اللعب على التناقضات تحديدا هو العامل الذي كان له دور كبير في ذلك، إذ لم يكن الأكراد على ثقة من أمرهم فيما يتعلق بالقوة التي قد تكون لها مصلحة حقيقية في تحررهم. ولكن بما أن روسيا كانت الأكثر قربا إلى نفوسهم، فقد فضل القادة الأكراد التوجه إليها على التوجه إلى سواها. على أي حال، من المعروف أن انتفاضة الشيخ عبد السلام منيت بالهزيمة آنذاك، وأنه اضطر للهرب إلى منطقة أرمية. كانت قوات الإمبراطورية الروسية قد احتلت بعض الأراضي في محيط هذه المدينة منذ يوليو عام 15، وذلك في سياق الحرب العالمية الأولى. من هناك انتقل الشيخ عبد السلام إلى نخيتشيفان التي كانت ضمن كيان الإمبراطورية الروسية.
حيث حصل من الحكومة القيصرية على راتب قدره 150 روبلا، وفي تلك الأيام كان مبلغا لا بأس به باعتبار أن الروبل كان مكفولا بالذهب. عندما درست تلك المرحلة التاريخية وسيرة الشيخ عبد السلام وإخوته فيما بعد، بدا لي أن كراهية الأكراد لنظامي الشاهوي العثمانيين كانت شديدة جدا، وأن هذه الكراهية المتراكمة في ظل وجودهم تحت حكم هاتين الإمبراطوريتين بلغت حد الاستعداد لقبول أي سلطة ثالثة، المهم ألا يبقى الحال كما كان عليه سابقا. نعم صحيح ما تقول، وحتى الآن ثم تعديد من الأغاني والحكايات الشعبية الكردية التي تعود إلى تلك الأوقات الصعبة. في جميع ذاك الموروث الشعبي يدور الحديث عن الاضطهاد الذي تعرض له الأكراد على أيدي الأتراك. بالفعل أدى سلوك الأتراك القاسي إلى مثل هذا الموقف منهم، فمن الصعب أن ينسى الشعب كل ذلك. فضلا عن ذلك، كان الأكراد يرون في روسيا إمبراطورية عظمى تتمتع بإمكانات هائلة، وكما قلت كانت في نظرهم بلدا أكثر تحضرا قد ينعمون فيه بقدر أكبر من الحرية. كل ذلك منحهم الأمل بالمستقبل، أما كيف كانت ستسير الأمور في الواقع وماذا كان سيحصل لو تم الانضمام المرغوب إلى روسيا، فتلك مسألة أخرى. بالفعل وقعت خيبة أمل لأن روسيا انسحبت من الحرب العالمية الأولى، وهذا ما غير الكثير من الأمور على الصعيد السياسي. فحتى ذلك الحين كما أفهم كان الشيخ عبد السلام يأمل بأن القوات الروسية ستتقدم نحو حدود فارس الجنوبية وستلتقي هناك مع القوات البريطانية. كان الشيخ عبد السلام يدرك جيدا أن الإمبراطورية العثمانية ستمنى بالهزيمة لا محالة، وأن روسيا ستنتصر في هذه الحرب. طبعا لم يتوقع أن روسيا ستنسحب منها لاحقا، أي كان يجب الاتفاق مع أصحاب العالم الجدد كما اعتقد الشيخ عبد السلام. هذا صحيح، لقد سافر خصيصا للقاء مع ممثل القيصر الروسي والتقاه عدة مرات. نعم، وحصل على وعد بالدعم، ولقد عثرنا في الأرشيف على ما يؤكد ذلك. وماذا وجدت في الأرشيف الروسي؟ على وجه الخصوص جاء في واحد من تقارير الممثل الروسي في القوقاز أن عبد السلام البرزاني يتمتع بمكانة مرموقة بين القبائل الكردية ويجب الاستفادة من ذلك. بالإضافة إلى هذا، كانت روسيا حاضرة في إيران حتى قبل الحرب العالمية الأولى. نعم بالفعل، وأنت تعرف أن العمل كان جاريا في تلك اللحظة على عقد اتفاقية سرية انكشف أمرها لاحقا وعرفت باتفاقية سايكس بيكو سازونوف. شاركت روسيا في المرحلة الأولى منها، وقبيل لقائنا هذا قمت مرة أخرى بالاطلاع على خريطة تقسيم الشرق الأوسط حسب هذه الاتفاقية، وتبين لي أن تلك المنطقة التي كان يجب أن تلحق بالإمبراطورية الروسية كانت تشمل كردستان أيضا. نعم، كان من المفترض أن تشمل جزءا من كردستان، وعموما تلك الأراضي التي كان يمكن توسيعها بسهولة فيما لو حصلت عليها روسيا. كان يكفي أن تتقدم قليلا إلى الجنوب للاستيلاء على كامل أراضي كردستان، أي أن الأكراد وكما قلنا كان بإمكانهم فعلا التعويل على أن تواصل روسيا تقدمها وأن تلتقي مع القوات البريطانية جنوبا، وربما تستولي على كامل أراضي كردستان التاريخية. نعم. وفضلا عن ذلك، كانت القوات الروسية في ربيع وصيف عام 16 قد وصلت إلى رواندوز التي لا تبعد عن أربيل، وعام 17 وصلت إلى السليمانية. نعم وصلت أيضا إلى السليمانية. عملية رواندوز هي أحد مشاهد الحملة العسكرية الروسية على جبهة القوقاز في الحرب العالمية الأولى، ولذلك فمن الطبيعي أن يعلق الأكراد الأمل على انتصار الروس وأن يتوقعوا حدوث تغيرات هامة في مصيرهم. لو تبعنا سير الأحداث التاريخية وانتقلنا إلى الحقبة الستالينية، يمكننا ربما إجراء بعض المقارنات مع الحقبة القيصرية. من المعروف أن ستالين زج بالقوات السوفيتية في شمال إيران أثناء الحرب العالمية الثانية. تم ذلك عمليا فور هجوم ألمانيا النازية على الاتحاد السوفيتي، ما أدى إلى تقسيم إيران إلى منطقتين، منطقة سوفيتية وأخرى بريطانية. وبهذه العملية فوت ستالين على تركيا إمكانية الهجوم على الاتحاد السوفيتي بالاتفاق مع هتلر. وإثر التدخل السوفيتي في إيران أضحت أراضي أذربيجان الإيرانية وعاصمتها تبريز ضمن المنطقة الواقعة تحت السيطرة السوفيتية، وكذلك أراضي كردستان الإيرانية وعاصمتها مهاباد. وفي هذه الفترة بالذات كما في الحرب العالمية الأولى تبين أن أمام الأكراد فرصة سانحة كي يعلنوا إقامة جمهورية كردية وينضموا إلى كيان الجمهورية السوفيتية ربما. هل هذا الاستنتاج صحيح برأيك؟ في 1941 تم تحديد منطقة النفوذ السوفيتي في إيران. هنا لابد من الإشارة إلى أن إحدى مناطق كردستان ومركزها مهاباد
الأبد صارت عندئذ منطقة محايدة، منطقة عازلة، أي لم تقع سواء تحت النفوذ البريطاني أو تحت النفوذ السوفيتي. ونشأ وضع فريد من نوعه، حيث أن الأكراد في هذا المكان لم يكونوا خاضعين لأحد. استغلت القبائل الكردية هذا الوضع وعقدت اجتماعا مشتركا حضره إلى جانب زعماء القبائل، مسؤول السلطة في مهاباد وغيرها من المدن. اجتمع هؤلاء وقرروا أن اللحظة المناسبة قد حانت لبناء حياتهم بشكل مستقل وفق مبدأ الإدارة الذاتية. من خلال اطلاعي على بعض المراجع استنتجت أن الاتحاد السوفيتي في البداية لم يكن راغبا بأن تظهر بمرور الوقت دولة كردية مستقلة أو ذات حكم ذاتي على تلك الأراضي. ومنذ عام 45 كانت موسكو تأمل بسلخ أذربيجان الإيرانية الغنية باحتياطات النفط وضمها إلى جمهورية أذربيجان السوفيتية، أي كان الاتحاد السوفيتي يسعى إلى توحيد الأذربيجانين الجنوبي والشمالي، أي أن التخطيط في الاتحاد السوفيتي كان جارياً لجعل هذه الأراضي التي يعيش فيها الأكراد جزءاً من أذربيجان الكبرى الموحدة. هل هذا صحيح؟ تكمن المسألة في أن السكرتير الأول في أذربيجان السوفيتية مير جعفر باقيرف، الذي كان قبل ذلك مسؤولاً عن مؤسسات القوة أي الجيش والأمن، أراد أن تنضم كردستان أيضاً إلى أذربيجان الكبرى وبدون أي أفق لإدارة ذاتية. أما الأكراد فعلى العكس من ذلك، كانوا يريدون الاستقلال. رفض رئيس جمهورية مهاباد الشيخ قاضي محمد اقتراح الانضمام إلى أذربيجان، وقال أنذاك إنه من الأفضل أن نكون كياناً ذاتي الحكم في ظل إيران على أن نكون جزءاً من أذربيجان. أن يكونوا في ظل إيران خير من أن يكونوا في ظل أذربيجان. أولاً يبعث ذلك على الاستياء لدى الاتحاد السوفيتي ولدى السكرتير الأول لأذربيجان السوفيتية باقيرف. كيف كان يمكن أن يتطور الوضع لو أن الأكراد وافقوا على الانضمام إلى أذربيجان وربما إلى أذربيجان السوفيتية لاحقاً مع التمتع بحقوق الحكم الذاتي سوية مع أذربيجان الجنوبية؟ أن الكرد في حال فشل مشروع أذربيجان الكبرى كانوا سيلتحقون تلقائياً بأذربيجان الشمالية أي السوفيتية. أما أن هذه الاحتمالات لم تكن واقعية، سواء كانت واقعية أم لا، فتلك كانت رغبة باقيرف نفسه في حقيقة الأمر. أما السلطة السوفيتية كما يبدو لي فكانت تنظر بمساواة تامة إلى أذربيجان إيران وإلى جمهورية كردستان، كانت ترغب بأن تنضم كلتا الجمهوريتين إلى كيان الاتحاد السوفيتي في اللاحق. الاتحاد السوفيتي منذ البداية شجع إقامة تجربة مشتركة أذربيجانية كردية، وهذا ما جرى الحديث عنه في اجتماع رؤساء القبائل الكردية. لهذا تم الاقتراح على الملا مصطفى البرزاني قيادة القوات الأذربيجانية الكردية المشتركة. نعم، في هذا المجال كانت القوات الأذربيجانية أضعف وأقل خبرة من القوات الكردية، لذا فإن الفصائل العسكرية بإمرة مصطفى البرزاني صارت القوة الأساسية للجمهوريتين وحامية لهما. كان لدى البرزاني من القوات حوالي 2000 شخص، وفضلاً عن ذلك كانت الجمهورية الكردية قد جندت أكثر من 8000 عسكري جاهزين للكفاح. كان هؤلاء من أكراد إيران. تقصد الأكراد الذين كانوا سابقاً يخدمون في الجيش الإيراني، صحيح؟ قسم منهم كانوا فعلاً ضباطاً في الجيش الإيراني. هل ثمة مصادر تؤكد أو تدل على أن الاتحاد السوفيتي وافق على إقامة جمهورية كردستان أو ما يسمى جمهورية مهاباد اصطلاحاً؟ بصراحة لم أجد أي وثائق حول ذلك، ولهذا أطرح عليك هذا السؤال. نعم، توجد وثائق تثبت ذلك. ففي تلك المناطق كانت تنشط الاستخبارات السوفيتية. القنصل السوفيتي في منطقة أوروميا التي كانت ضمن كردستان إيران ساعد بنشاط أيضا على تشكيل كيان كردي. وزارت الأكراد وفود سوفيتية عديدة. لكنني أريد الإشارة إلى أنه منذ شهر سبتمبر عام 45 زار باكو ممثلون أكراد على رأسهم قاضي محمد، وكان ضمن تشكيلة هذا الوفد عديد من الشخصيات الكردية الفاعلة في تلك الفترة. والاتحاد السوفيتي اقترح حينها أن يعلن القادة الأكراد استقلال كردستان وتكوين جمهورية، أي أن الاتحاد السوفيتي ساندهم بما في ذلك قام بتزويدهم بالسلاح لاحقا. الدفعة الأولى من المساعدة التي تتحدث عنها الوثائق كانت بحدود 10,000 بندقية، كل ذلك أرسله السوفييت إلى كردستان. كان الأكراد ينتظرون المزيد بما في ذلك سلاحا ثقيلا كالدبابات والمدافع. ولكن للأسف كما تعلم في ربيع عام 46 سحبت القوات السوفيتية من أراضي إيران وتركت الجمهورية لوحدها وجها لوجه مع القوات الإيرانية. الحقيقة أن وزير خارجية الاتحاد السوفيتي فيتشيسلاف مولوتوف دان فيما بعد تحركات إيران التي بدأت قصف أراضي كردستان المستقلة. طالب وزير
وزير الخارجية السوفيتي مولوتوف بأن يمنح الأكراد حكما ذاتيا على الأقل، لكن القوات السوفيتية وعندما كانت لا تزال في إيران دعمت جمهورية مهاباد دعما مباشرا وملموسا ما فيه الكفاية. في مدينة مهاباد كان للاتحاد السوفيتي ممثلية تجارية، والقنصل العام السوفيتي في تبريز غالبا ما كان يتردد على مهاباد وكانت له ممثليته هناك. كما سبق وقلت كانت الاستخبارات تعمل بنجاح. فضلا عن ذلك أشير إلى معلومة أخرى، 4 جنرالات أكراد وضمن مصطفى برزاني الذي ترأس القوات المشتركة كانوا يرتدون زي الجيش السوفيتي، لذلك كانت الاتصالات والعلاقة وثيقة جدا. برأيي كانت نوايا الاتحاد السوفيتي جدية للغاية. البعض يؤكد على أن القوات السوفيتية سحبت قطاعاتها من إيران لأنها لم تعر أهمية خاصة للأكراد. أعتقد أن ذلك ليس صحيحا، لقد أعارت أهمية خاصة للجمهوريتين الجديدتين على أراضي إيران، ولكن يبدو أن ظروفا ما وضمنا الضغط العالمي جعلت الاتحاد السوفيتي مرغما على سحب قواته. ولعلك تذكر أن الحديث كان يدور آنذاك عن إعادة تقاسم العالم. يبدو أن أوروبا الشرقية كانت لها الأولوية بالنسبة للاتحاد السوفيتي في تلك اللحظة التاريخية، وبالرغم من أن كردستان كانت تمثل في المحور الجنوبي مكانا هاما بالنسبة للسوفيت من الناحية الاستراتيجية، كان من شأن كردستان أن تغدو رأس جسر بالنسبة للقوقاز الجنوبي وجمهوريات آسيا الوسطى والبلدان الشرقية. لذلك أعار الاتحاد السوفيتي الاهتمام لتلك المناطق، وجعفر بيشاوري زعيم جمهورية أذربيجان الديمقراطية اشتكى لممثلي السلطات السوفيتية من أنه ترك وحيدا لعبث الأقدار، غير أن ستالين رد عليه قائلا لا يمكننا البقاء بأي شكل من الأشكال لأننا نتعرض لضغط شديد جدا من طرف الغرب، وإذا لم نغادر فإن الأمريكيين لن يغادروا الصين والبريطانيون لن يغادروا اليونان إلى آخر ما هنالك. نحن مضطرون لسحب قواتنا، ولو لم نسحبها لكان بالإمكان طبعا المساعدة في تشكيل قوى ديمقراطية موالية للسوفيت عندكم، هكذا قال ستالين. كما أنه كتب عبارات عامة عن أن الطبقة العاملة البروليتاريا لم تنضج على حد الزعم في هاتين الجمهوريتين ولا تزال في مستوى غير كاف من أجل القيام بالثورة الاشتراكية. وفي هذه العبارة بدا ستالين وكأنه يلمح إلى أن بيشاوري نفسه يجب أن يفهم هذا الوضع. بصراحة لفت نظري أن الملا مصطفى البرزاني في هذا المجال كان أكثر فطنة، وفي أحاديثه مع السكرتير الأول لجمهورية أذربيجان السوفيتية أمير جعفر باجيرف قال إن التحولات التي قامت بها عشيرة البرزاني في كردستان تشبه إنجازات الثورة الاشتراكية، أي أن البرزاني ألمح للسوفيت أن الأكراد ولو أنهم ليسوا اشتراكيين بالمذهب فهم اشتراكيون بالجوهر. نعم، الأمر كان فعلا على هذا النحو فيما يخص مسألة الأرض. في كردستان التاريخية كانت تتألف الأرض من كونفدرالية 7 قبائل كردية. هذه القبائل اتحدت طوعا لأن عشيرة البرزاني كانت ومنذ عهد الشيخ عبد السلام قد وزعت الأراضي بالتساوي، لم تكن هناك أي علاقات إقطاعية. تسمية الشيخ لم يكن لها من معنى سوى سمو المرتبة الدينية وليس المالية أو السياسية. على سبيل المثال لم يكن لدى عائلة البرزاني ثروات هائلة أو أي ممتلكات كبيرة كالتي عند الإقطاعيين عادة. طيب، كانت هناك بالفعل عوامل ضغط على الاتحاد السوفيتي جعلته ينسحب من إيران الشمالية، ولكن ثمة موضوع آخر، فقد قدم الإيرانيون وعدا للاتحاد السوفيتي بمنحه حق تأسيس شركة مشتركة للنفط وبامتيازات استخراجه في إيران مقابل سحب قواته من بلدهم، ولكن هذا الوعد كان مجرد خدعة، فقد امتنع الإيرانيون لاحقا عن تنفيذ شروط الاتفاق. أثار ذلك غضب الاتحاد السوفيتي، فتحدثت حكومته بصريح العبارة عن خيانة وخداع غادر. والأكثر من ذلك أن الإيرانيين منحوا البريطانيين أي شركة بريتش بتروليوم تلك الامتيازات التي وعدوا الاتحاد السوفيتي بها، وقد جن جنون ستالين عندما عرف بخديعة الإيرانيين. بالفعل بدءا من خريف عام 44 خاض نائب وزير خارجية الاتحاد السوفيتي سيرغي كافتاردزه مفاوضات مع الحكومة الإيرانية حول استخراج النفط في شمال إيران على مقربة من بحر قزوين، وكانت الوثيقة الختامية للمفاوضات جاهزة بحلول عام 46، ولكن لم يتم إبرامها.
يبدو لي أن ذلك لم يكن ذا أولوية كبيرة بالنسبة للاتحاد السوفيتي، أي سحب القوات مقابل الحصول على امتيازات النفط. أعتقد أن الاتحاد السوفيتي كان مهتماً أكثر بالإبقاء على سلطته في هذا المكان الهام جيوسياسياً واستراتيجياً. وبعد انسحاب قوات الاتحاد السوفيتي سرعان ما سقطت جمهورية مهابات. كانت هذه المسألة موضع نقاش دائما. فعلى سبيل المثال اقترح مصطفى البرزاني الانسحاب إلى الجبال، ومن هناك شن حرب عصابات لنيل حقوق أكبر من الحكومة الإيرانية في نهاية المطاف. كان يريد إرغام شاه إيران على ذلك لأنه لم يكن أنذاك قويا إلى الحد الذي يصوره البعض في أحاديثهم الآن. كان ذلك أحد الاحتمالات. أما الاحتمال الآخر فقد اقترحه رئيس الجمهورية قاضي محمد. كان يرى أن الحكم الذاتي ضمن إيران يمكن نيله بالطرق الدبلوماسية. وفي ربيع عام 46 غادرت القوات السوفيتية إيران، وفي شهر أغسطس شرع قاضي محمد بمفاوضات مع الجانب الإيراني، ووصل هذه المفاوضات بغض النظر عن ارتكاب الإيرانيين في شهر ديسمبر عام 46 مجزرة في تبريز قتل فيها 15,000 شخص. على نحو ما كان قاضي محمد يأمل بأن الحل السلمي للمسألة الكردية لا يزال ممكنا، فخاض مفاوضات مع قوام السلطنة رئيس وزراء الشاه الإيراني. لقد أراد رئيس جمهورية مهابات قاضي محمد ألا يقتصر كيان الحكم الذاتي على مهابات فقط، بل أن يشمل أيضا المدن الكبرى الأخرى مثل سنانداج وكرمانشاه. كان أمله بذلك كبيرا. كان يأمل بأن الإيرانيين سيوفون بوعودهم، وذلك خلافا للملا مصطفى الذي كان محنكا في أمور السياسة وما قد يرافقها من خداع وتضليل التي ينتهي عادة إلى الغدر والانتقام كما جرى مع قاضي محمد. فعندما دخل الإيرانيون بقواتهم مهاباد اعتقلوه ومن ثم أعدموه مع إخوته. هنا يجب التنويه بأن قاضي محمد أقدم على المجازفة بحياته عن إدراك، فمصطفى البرزاني كما سبق وذكرنا اقترح عليه أن يغادر مع فصائله أو أن ينتقل إلى مكان أكثر أمانة، لكن قاضي محمد رفض ذلك وقال: قد يقتلونني لكنني أضحي بنفسي في سبيل أبناء شعبي، وربما سيكون عندئذ عدد القتلى بينهم أقل، وألا تكون عمليات التنكيل قاسية كما حدث في تبريز. هذه كانت حجته. في المحكمة طبعا دافع عن نفسه بشجاعة وسجل التاريخ كلماته آنذاك، سار إلى الإعدام مقتنعا بعدالة قضيته. أما البرزاني فسبق أن واجه الخيانة. عندما كان له من العمر 3 سنوات فقط سجن مع أسرته، ولعله ظل يتذكر ذلك طيلة حياته. بل ووعدم شقيقه أمام نظريه عندما كان عمره 13 سنة. هذا ما كان فعلا، أي أنه كان يدرك جيدا أن تلك المفاوضات مع الأعداء تؤدي إلى حبل المشنقة في جميع الأحوال. كانت هناك قبائل كردية اتفقت سرا مع الشاه الإيراني لضمان أمنها مقابل قيامها بأعمال ما بتكليف من الشاه، ويرى البعض أن ذلك من أسباب تفكك عرى الوحدة الكردية. لم تدم جمهورية مهابات في شمال شرقي كردستان طويلا، إذ استمر وجودها في الفترة ما بين 24 من يناير والسادس عشر من ديسمبر عام 1946. وثمت عدة وجهات نظر حول أسباب فشل مشروع الجمهورية الكردية، إذ يرى بعض الباحثين أن إنجلترا والولايات المتحدة طلبتا الاتحاد السوفيتي بسحب قواته من شمالي إيران لأنه سبق وتم الاتفاق على دخول أراضيها خلال فترة الحرب فقط. كما أن ثمة رواية مفادها أن الرئيس الأمريكي جاري ترومان هدد حتى باستخدام السلاح الذري ضد الاتحاد السوفيتي إن لم ينسحب من الأراضي الإيرانية، ولذا اضطر ستالين للتنازل وترك الجمهورية الكردية وأذربيجان الإيرانية بدون دعم. ويمكن تلخيص الأسباب الحقيقية لعدم اتخاذ الحكومة السوفيتية خطوات ملموسة في هذا الصدد فيما يلي. أولاً، السبب الرئيسي يكمن في أن الاتحاد السوفيتي لم يكن في تلك الفترة قادراً على دعم أنظمة جديدة والدخول في صراعات مع المعسكر الغربي، لأن الحرب المنهكة مع ألمانيا النازية ألحقت خسائر جسيمة باقتصاده مادياً ومعنوياً. ثانياً، كان أمام الاتحاد السوفيتي في فترة ما بعد الحرب خياران حول المسار الأساسي للسياسة الخارجية،
هل بالتركيز على أوروبا الشرقية التي دخلتها القوات السوفيتية أم باتجاه الجنوب؟ وتم الاتفاق على عدم تشتيت المساعي في الظروف الراهنة والتركيز على تعزيز النفوذ في بلدان أوروبا الشرقية. ثالثاً، إن الرواية القائلة بأن ستالين كأنما خاف من التهديد الذري الأمريكي لا تحتمل النقد، فسكان الاتحاد السوفيتي وموارده الإنتاجية كانت موزعة على مناطق شاسعة من أراضي البلاد، ومن أجل إنزال ضربات بالاتحاد السوفيتي لإجبار ستالين على تقديم تنازلات ما، كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى مئات القنابل الذرية التي لم تكن تمتلكها آنذاك، كما لم تكن المسألة تستحق تصعيداً بهذا الحجم. وأخيراً، تذكر بعض المصادر أنه كان ثمة نفور شخصي من طرف جوزيف ستالين ورئيس أذربيجان السوفيتي أمير جعفر باغيروف تجاه مصطفى البرزاني والشيخ قاضي محمد رئيس الجمهورية الكردية، الأمر الذي انعكس سلباً على مستقبل الدولة الكردية. ولكن ليس هناك ما يؤكد هذه الفرضية، إذ لو كان القادة السوفييت يتخذون المواقف السياسية بناءً على استلطاف أو نفور شخصي لاستمر الاتحاد السوفيتي في دعم قادة جمهورية أذربيجان الديمقراطية في شمال إيران، ولكن لم يحدث شيء من ذلك. ولهذا فإن الاتحاد السوفيتي تخلى في ذلك الوقت عن سياسته النشيطة في هذه المنطقة انطلاقاً من أسباب موضوعية متعلقة بالوضع الجيوسياسي الواقع. إذن دكتور خوشبيب بكر، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث، وآمل في مواصلة هذا الحوار لنتحدث عن فترة وجود الملا مصطفى ورفاقه في الاتحاد السوفيتي. شكرا جزيلا لكم أيضا، بالفعل كان لقاء طيبا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع الدكتور خوشبيب إبراهيم بابكر. لابد أن الأسبوع القادم حلقات جديدة. إلى اللقاء.